بعد تسجيل أول حالة وفاة مصابة ببكتيريا شيغالا، أصدرت وزارة الصحة توصيتها المتمثلة بضرورة معايدة الطبيب في صورة ظهور علامات الحرارة المرتفعة وأوجاع قوية على مستوى البطن والإسهال والتقيؤ لدى الأطفال. كما أكدت وزارة الصحة ضرورة الوقاية من عدوى بكتيريا شيغالا بغسل اليدين باستمرار وتنظيف بيت الراحة بانتظام وشرب الماء المراقب وغيره. هذا بدا من شهر جويليا. من شهر جويليا بدينا نشوف ونلاحظوا فما عدد يتزايد نتاع الاصابات هذم، مما استوجب يمكن 70 حاله ايوائهم في المستشفى. من 70 حاله هذم فما سته تعدوا للانعاش، منهم هذه سجلنا حاله وفاه هذم نتاع الانعاش والاخرين كلهم خرجوا. حاليا بالمستشفى باب سعدون نتاع الاطفال عندنا 12 حاله معناتها مقيمه، ومعنا صفر حاله في الانعاش، معنا حتى حاله في الانعاش. دونك توا اللي نوصيو به في الظروف هذه الحال هي الوقايه نتاع المرض هذا اللي هي تتعدى كما قلنا تعدى مع تعديه معناتها مباشره ما بين واحد مريض المصاب اللي يعدي واحد اخر مش مصاب. دونك لازم هنا معناتها المريض يبعد شويه على المجموعه، دونك خاصه الصغار ما يمشيوش كي يبداو عندهم الاعراض، ما يمشيوش يقراو، ما يمشيوش للمحاضن للروضه الحكايه. دونك يشدوا خاصة إذا عرفنا اللي هي مرض نتاع الإسهال هذا عندهم، دونك يشدوا دار لوطون يرتاحوا. ثانيا فما حكاية الغسل اليدين، خاطر المرض هذا يتعدى خاصة من اللي كتب اليدين مسخة فيها البكتيريا هذه، ومن بعد ياكل حاجة دونك تعدى من بعد للأمعاء، من بعد تسبب له في الإسهال. دونك ننظفوا معناتها يلزم إيدينا تتغسل بطريقة معروفة مدروسة. الغسل اليدين وقتاش خاصة عند الصغار وقبل الماكلة، من بعد الماكله، وخاصه هنا ناكد على الصغار ما بنعلموهم كي يخرجوا من الحاض من التواليت كيش يغسلوا يديهم.